تسعى الحكومة إلى دخول ثورة تكنولوجية وتحول رقمي من خلال أتمتة المؤسسات، ولا سيما في مجال الأمن السيبراني الذي يحتاجه العراق بشكل كبير، خاصة مع تطور الذكاء الاصطناعي. وهنا صار جليا أن تسعى الجامعات العراقية لابتكار أقسام جديدة وإجراء بحوث في هذا المجال لحاقا بالدول المتطورة. في رحاب جامعة الإمام الكاظم من خلال المؤتمر الهندسي، وحقيقة يتناول المؤتمر العديد من المحاور، أهم المحاور هذه التكنولوجيا الحديثة، وإن شاء الله سوف تكون لدينا محاضرة في مجال التحولات الرقمية في البلدان النامية، وأيضا آلية التحول الرقمي، وأيضا الحكومة الإلكترونية وآلية إنتاج حكومة إلكترونية فعالة في العراق. وحقيقة هناك أيضا مفاصل كثيرة تخص الذكاء الاصطناعي وما يسميه بالتعلم الآلي. هذه التكنولوجيات ستكون حاضرة في المستقبل القريب في الوظائف التي ستتوفر إن شاء الله مستقبلا. الأمن السيبراني يعتبر العمود الفقري للتحول الرقمي بشكل عام. لا يخفى عليكم بأنه موضوع الأمن السيبراني حاليا بالعراق بحاجة إلى عدة عوامل، منها تطوير البنى التحتية وتطوير قدرات العاملين في المجال، وعدها أيضا سياسات واستراتيجيات خاصة في هذا الموضوع. عملت الحكومة منذ تأسيسها بدعم هذا القطاع بشكل متميز، وتم عمل إنشاء اللجنة العليا لإدارة الأمن السيبراني، وأيضا دعم فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية. ووفقا لإحصاءات كشفت عنها وزارة الداخلية، فأن نحو 2000 حالة ابتزاز إلكتروني حصلت خلال العام الماضي، ما يعني أن حوكمة الأمن السيبراني في مكافحة مخاطر جرائم الابتزاز الإلكتروني لها دور بالغ الأهمية. نعم، حقيقة ظهور ظاهرة الابتزاز الإلكتروني هي ظاهرة جديدة ظهرت مع تطور التكنولوجيا الحديثة. لذلك بالمقابل يعني الكليات والجامعات العراقية أخذت باستحداث أقسام لمجابهة هذه الانتهاكات، منها قسم الأمن السيبراني الذي استحدث في كلية الإمام الكاظم عليه السلام وجامعة الموصل وجامعات أخرى. كلما تتطور التكنولوجيا تظهر أشياء جديدة، ابتزاز إلكتروني، غيرها من الأمور، ابتزازات سياسية. لكن مثل ما قلت لك أنه التوعية، إشاعة ثقافة الأمن السيبراني لدى الطلبة، لدى المجتمع بصورة عامة، سيقلل من هذه الظواهر. وتصاعدت وتيرة الابتزاز وحرب تسريب الصوتيات في الوسط السياسي مؤخرا بشكل غير مسبوق، ما يستدعي تطور العراق تكنولوجيا وتسليحه إلكترونيا لمواجهة تلك المخاطر. من بغداد، أمير الربيعي، آي نيوز.